وهذه المزيد ينضم إلينا دكتور مادي إبراهيم كانتي، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة باماكو. أهلا وسهلا بك دكتور مادي. يعني كما استمعنا للتقرير، ندوة وعوان كان مكلفين بالإشراف على المرحلة الانتقالية التي تهدف العودة إلى الحكم المدني. ماذا بعد إعلان الكولونيل أسيمي غويتا الآن تجريد القادة من صلاحياتهم، ما الذي سيترتب على ذلك؟ شكرا على الاستضافة. يعني الأشياء التي قد يترتب على هذه العمليات التي حصلت حاليا في مالي، يعني أعتقد أنه في البيان أو الإعلان التي أو الإعلان الذي تم إعلانها من خلال القناة الوطنية المالية، يعني أعتقد أنه يكون هناك المشاورات والتفاوضات مع الوفد الاتحاد المنظمة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والامم المتحده بشكل كامل مع نائب الرئيس أسيمي غويتا، لانه يعني خلال الاعلان نرى ان هناك الاشارات تتجه الى ان هذه الحكومه الجديده تم تكوين هذه الحكومه من دون استشاره الاستشار مع النائب الرئيس أسيمي غويتا، يعني وهو يبين أن هذا التكوين الحكومة الجديدة يعني من المفترض يتم مشاورة أو تشاورات بين الرئيس الانتقال الفترة الانتقالية باندو وأسيمي غويتا النائب الرئيس في تكوين هذه الحكومة الجديدة، ولكن لم يتم هذه التشاورات. إذن أعتقد هذه الأوضاع التي أدت إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، وقد يتم مشاورات مرة أخرى إما أن يتم موافقة على حكومة جديدة لكي يتم تكوين حكومة جديدة، ولكن لا أعتقد أنه قد يكون هناك مثلا انقلاب جديد في هذه الوضع، لأنه اليوم من المفترض يكون هنا الوفد الإكواس جماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العاصمة المالية. شكرا جزيلا لك دكتور مادي إبراهيم كانتي، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة باماكو.